موقعها الاستراتيجي وجمالها الطبيعي الساحر خلاها من المدن العشرة الأوائل كوجهة سياحية عالمية. حلقة النهاردة من لف وشوف مع منفيس، حتلف وتشوف فيها اسطنبول. لف وشوف مع منفيس، لف وشوف مع منفيس كل خميس. اسطنبول هي أكبر مدن تركيا، وهي أشهر مدينة بتقع في قارتين أوروبا وآسيا. في 2019 بس زار اسطنبول أكتر من 14 مليون سائح من كل العالم، والرقم ده وراء أسباب كتير هتعرفها حالاً. اسطنبول مدينة بتجمع ما بين التاريخ والثقافة والترفيه والطبيعة. خلينا نبدأ بطبيعة اسطنبول. طبيعة اسطنبول يعني رحلة قصيرة لمدينة بورصة. بورصة معروفة بالمدينة الخضراء، وده اللي كم الحدائق والإطلالات الجميلة اللي بتتمتع بيها على السهول الخضراء. تقدر تستمتع بطبيعة بورصة في حديقة أولوداج الوطنية مع المناظر الخلابة والهواء النقي، أو ممكن تاخد تلفريك بورصة لأعلى جبل أولوداج اللي بتشوف منه معالم المدينة والبيوت وطبيعة بورصة لمدة تلت ساعة. في أولوداج ممكن تتوقف عشان تجرب طبق بورصة المحلي المشهور اسكندر كباب، شرايح شاورما اللحمة مع العيش التركي وسلطة الطماطم والزبدة. وبعد الأكل تاخد العبارة في بحر مرمرة لمدينة يالوا عشان تكمل استمتاعك بطبيعة اسطنبول. مدينة يالوا مشهورة بشلال سودوشان. وكمان قرية تشنارجيك اللي تعتبر من أجمل الأماكن السياحية الساحرة اللي بتطل على بحر مرمرة في يالوا. ومن يالوا ترجع على اسطنبول. تبدأ جولة جديدة من اسطنبول بالعبارة لمدة ساعتين لجزر الأميرات، أو زي ما بيسموها الأتراك أدلاش. جزر الأميرات عبارة عن 9 جزر متاح منهم 4 للزيارة، بتعدي عليهم لغاية لما توصل لأشهرهم وأكبرهم بيوك آدا. بتاخد جولة في الجزيرة عشان تكتشفها يا إما عن طريق العربيات الكهربائية أو العجلات أو المشي. ومن المعالم اللي ممكن تتوقف عندها في بيوك آدا كنيسة ودير القديس جورج، واللي يقال إن الناس بتزورها من كل الديانات للصلاة والدعاء عشان أمانيهم تتحقق. وترجع تاني على إسطنبول. في اسطنبول رحلة بحرية من أمتع الرحلات اللي ممكن تعملها، رحلة البوسفور. في رحلة البوسفور بتعدي على القصور العثمانية والجسور المعلقة وقلعة رمل حصار، والرحلة ممكن تعملها الصبح أو بالليل. بس الرحلة بالليل بتستمتع بيها وسط أجواء العروض الترفيهية الحية. إنما دلوقتي فجه الوقت إنك تستكشف اسطنبول التاريخية. في اسطنبول 3 من أهم المعالم اللي ضروري تضيفهم لقائمتك. الجامع الأزرق من أشهر المعالم وأهم الجوامع في اسطنبول. بيتميز الجامع الأزرق بمأذنه الستة ولونه الأزرق الجميل الغالب في بنائه. الشيء اللي بتلاحظه في 20,000 بلاطة من خزف الإزنيك الأبيض والأزرق و260 شباك إزاز ملون. والمعلم الثاني جامع آيا صوفيا، الجامع اللي بيحكي تعاقب الثقافات. بيبهرك الجامع بداية من البوابة الإمبراطورية للقبة لمواذيك لصورة السيد المسيح مع السيدة العذراء، واللوحات المكتوب عليها لفظ الجلالة واسم الرسول الكريم وأسماء الخلفاء الراشدين. والمعلم الثالث قصر توبكابي، القصر السلطاني الأحب للناس. بيضم قصر توبكابي متحف القصر، المتحف اللي بيحوي أشياء قيمة جدا خاصة بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبعض الأنبياء والصحابة. اكتفيت من الجولة الثقافية؟ ممكن تاخد بريك مع جولة شوبينج في فينيسيا ميجا أوتليت مول، الأوتليت اللي بيعيشك أجواء فينيسيا الإيطالية. الأوتليت بيضم مجموعة كبيرة من محلات الماركات التركية وكمان العالمية.
ولو بدور على اقتراحات تانية للشوبينج في اسطنبول فبنرشح لك أوليفيوم أوتليت مول. الشيء المميز إن الأسعار رخيصة في الأوتليت فتقدر تشتري كل اللي نفسك فيه بأقل تكلفة، وبننصحك تزور الأوتليت يوم الثلاث تحديدا لأن أغلب الماركات بتكون عاملة كمان تخفيضات بتوصل ل 50%. ترجع تاخد جرعة تانية من طبيعة اسطنبول الجميلة في مدينة سبانجا. في سبانجا بتطلع على أعلى تلة في اسطنبول، تلة العرايس. الحكايات زمان بتقول إن الشباب كانوا بيطلعوا التلة يدوروا على عرايس، ولكن دلوقتي الأزواج الجدد هما اللي بيطلعوا التلة عشان ياخدوا صور فرحهم ووراهم منظر بانورامي لاسطنبول. أما قرية معشوقية في سبانجا يعني الاسترخاء والاستمتاع في أحضان الطبيعة. البساتين مع الشلالات في معشوقية من أجمل ما هتلف وتشوف في اسطنبول. وبعد معشوقية ترجع تاخد جولة تمشية على ساحل أجمل بحيرة طبيعية في تركيا، بحيرة سبانجا. بترجع تاني على اسطنبول عشان لسه فيها اقتراحات كتير ما ينفعش تفوتك، زي بانوراما اسطنبول. اكتر متاحف اسطنبول اهمية وشعبية، المتحف بيستعرض من خلال قبة ضخمة ثلاثية الابعاد تفاصيل معركة الفتح العثماني للقسطنطينية، واللي تعتبر اعظم واشهر معركة حربية في تاريخ تركيا. ولو ملحقتش تزور اكبر قدر من معالم اسطنبول فتقدر تعوض ده في مينياتور، وهي عبارة عن حديقة مصغرة لتركيا بتضم أكتر من 100 نموذج مصغر لأهم المواقع والأبنية الأثرية في تركيا وخارج تركيا. وكمان برج جلاطة من المعالم التاريخية اللي بتميز اسطنبول، واللي من خلال شبابيكه في الأدوار العلوية بتقدر تشوف منظر بانورامي لاسطنبول. ولو هتطول مدة زيارتك فبنقولك إن اقتراحات الترفيه والتسوق في اسطنبول لسه مخلصتش. فأكواريوم اسطنبول بتعمل رحلة طولها 1200 متر من بحر لمحيط وسط 1500 نوع وأكتر من 17000 مخلوق بري وبحري. وكمان مدينة ملاهي اسطنبول من أفضل مدن الملاهي في تركيا. وتختم زيارتك في اسطنبول في الجراند بازار والسوق المصري. الجراند بازار هو واحد من أكبر وأقدم الأسواق المتغطية، وبيضم 5000 محل منتشرين في 60 شارع في منطقة الفاتح في اسطنبول. وطالما بنتكلم على الجراند بازار يبقى ضروري نتكلم عن السوق المصري. السوق المصري هو تاني أكبر الأسواق المشهورة في اسطنبول بعد الجراند بازار، ومعروف بسوق التوابل أو سوق العطارين. وطبعا وانت ماشي في السوق المصري بتشم روايح التوابل والأعشاب والحلويات، ده غير محلات الذهب والفضة والهدايا التذكارية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبتك حلقة النهاردة اعمل لنا لايك، وممكن تكتب لنا في التعليقات هل زرت اسطنبول قبل كده وايه اكتر الحاجات اللي حبيتها في اسطنبول. وما تنساش تضغط سبسكرايب وتفعل الجرس علشان ما تفوتكش حلقتنا الجديده.